ده ايه اخر مره هنشوف بس صاحبنا بيقول ايه، وبعد كده خلاص هنقفل ونردم عليه ونرجع تاني لعم رضا عبد العال، نطلع الطلعات بتاعته في كاس الامم الافريقيه، لان كل سنه وانت طيب بقى الماتشات الوديه تبدا تهل علينا، فنشوف اخونا بيقول ايه وخلاص نردم بعد كده. السلام عليكم. عليكم رياض محرز جعل العالم كله يقف له احتراما بعد هذا المقطع. يا الهي لك ان تتخيل ماذا فعل الخلوق. احنا اساسا بنحترم رياض قبل هذا المقطع. رياض محرز الله اعلم. ولكن قبل ان نعرض لكم المقطع نود ان نخبرك عزيزي المشاهد بان المقاطع التي تتحدث عن المصري محمد صلاح تجلب الكثير من التفاعل واللايكات، ونحن الان نتحدث عن فخر العرب الحقيقي الجزائري رياض محرز. يا ترى هتعمل لايك؟ احباب اللاعب الجزائري رياض محرز قادر ولا انت كداب يا وربنا كداب يا، لان انت اساسا اغلب المحتوى اللي عندك واغلب الفيديوهات اللي عندك على الرياض، وما تقدرش تجيب سيره محمد صلاح. ليه بقى؟ عشان احنا لا مؤاخذه يعني عالم بنحب نفقس الهري الكتير وبنحب نفقس الكذب الكتير. ده احنا موضوع الغزاله ده لسه ما خلصناش منه، وموضوع الاغنيه الروسيه لسه ما عدناهوش، وموضوع ان الفيلم مقتبس لسه ما عدناهوش. فاحنا بالصلاه على النبي بنعدل على افلام، مش هيعدلوا عليك انت. انت في فيديو واحد عن محمد صلاح هتتلفخ بلاغات عشان خاطر الناس تبقى عارفه ان انت هبادي وبتكذب، انما اخواننا الجزائريين بيعدوا. هنا على ايصال هذا الفيديو ل 20,000 لايك. ده صايع. علما بان العدد الكبير من اللايكات لايك يجعل الفيديو ينتشر بموقع يوتيوب لكي يرى العالم كله الايجابيات التي يقوم بها اللاعب الخلوق رياض محرز. يا غبي يا غبي، طول ما انت بتهبط كويس خليك في الدراء، تطلع في العالم هتتفضح. يعني طول ما انت الناس كده بتقول لك عاش كمل كمل كمل، اول ما مشاهدتك تعلى وتجيب ملايين الناس كلها تبدا تركز معاك وتركز في الهبد اللي انت بتقوله. خليك 100,000 200,000 300,000، الحاجات دي بالنسبه للناس احلام، بس بالنسبه لك انت بقى في العادي، فخليك في العادي بتاعك افضل. كالعاده الاعلام العربي لم يسلط الضوء على الخير الذي يفعله اللاعب رياض محرز مع الكثير من الناس. يمكن مثلا عشان احنا بنحب ان الخير نخليه في السر مثلا، يعني مش لازم يعني ان احنا نجهر بيه، يعني مش لازم نكون بنتفشخر احنا باي حاجه خير بنعملها. ده سنوات وتحديدا عام 2018 يا بالتاريخ حدث زلزال شديد في اندونيسيا. يا جامد ده وصل لاندونيسيا. بعض الاندونيسيون من احباب اللاعب الجزائري رياض محرز يشاهدون مباراه مانشستر سيتي على احد المقاهي. طب معلش يعني ما يمكن ما بيحبوش رياض، ولا انت عرفت منين ان الاندونيسيين هناك بيحبوا رياض والقصه دي؟ بص انت دخلتني في قصه الصراحه ما اقدرش اقول لك على حاجه. الجزائري رياض محرز طفل صغير ويتابع جميع مبارياته. يا سلام. ولكن بكل اسف سقف وجدران المقهى سقطوا عليهم وهم يشاهدون مباراه مانشستر سيتي وقتها. اكيد كان بيتفرج على الكوره في رجل كايل ووكر فالبيت وقع. هي ما جه غير كده، هي كايل ووكر هو اللي وقع له البيت بس. انما رياض لما صدقكش لو حلفت لي على الميه تدمن. يا ابن اللعيبه، بيت بيقع اثناء مشاهده مباراه مانشستر سيتي. شوف الظروف في التفاصيل بالوقت. كمل يا ابن عمي كمل. نظرا للزلزال التي تعرضت له اندونيسيا في هذا الوقت. يا الهي. وقد اصيب الطفل الصغير بكسر في ذراعه الايسر وفي قدمه الايمن. جامد. وتم نقله الى المستشفى. وقد تواصلت قناه بي بي سي نيوز مع اللاعب رياض محرز وقالوا له بان هناك طفل اندونيسي يحبك حبا شديدا. ويتابع كافة مبارياتك سواء مع ليستر سيتي او مانشستر سيتي. انت زنقتني يالا والله زنقتني، ما اعرفش ارد عليك. هسيب الناس اللي كانت عارفه القصه دي ترد عليك، ده لو القصه دي كانت فعلا مشهوره هديك ريسبكت بصراحه لو طلعت حقيقيه، ولو اني مواقفي القديمه معاك تقول ان انت كهباد وهكذاب مع احترامي ليك يعني. وحتى مبارياتك مع منتخب الجزائر وكان يشاهدك في احد المقاهي في اندونيسيا، وهذا المقهى تحطم نتيجه الزلزال. وقد أصيب الطفل بعدة إصابات وتم نقله إلى المستشفى. فقام الخلوق رياض محرز بتسجيل مقطع مصور له وطلب من قناة بي بي سي نيوز بأن يرسلوا هذا المقطع للطفل الصغير. وبالفعل قام مراسل قناة بي بي سي نيوز بتشغيل المقطع للطفل الصغير على اللابتوب، حيث قال محرز للطفل الصغير في المقطع المصور له: علمت بأنك تحبني وتتابع جميع مبارياتي، وأنا أيضا أحبك. أأمل بأن تتحسن صحتك وأتمنى لك التعافي السريع من الإصابات التي لحقت بك. الجدير بالذكر أن الطفل الأندونيسي كان يبكي وهو يسمع هذه الكلمات من اللاعب الذي يعشقه ويحبه بجنون. وعندما سأله المراسل من هو لاعبك المفضل قال له الطفل رياض محرز بكل تأكيد. أكيد. فقال له المراسل لماذا؟ فقال له الطفل: لأنه أفضل مراوغ بالنسبة لي. وقد تكفل رياض محرز بكافة علاج الطفل في المستشفى وقام بإرسال مبلغا كبيرا إلى أهل الطفل.
لقطة عظيمة جدا للجزائري رياض محرز. اللهم احفظ فخر العرب الجزائري رياض محرز، واحفظ جميع أهل الجزائر يا رب العالمين. لا تنسوا عمل لايك للمقطع بقدر حبكم للاعب الجزائري رياض محرز، لنستمر معكم في نشر مثل هذه النوعية من الفيديوهات. الفيديوهات أول مرة تزرق في كورنر، لو ما عرفش رد عليك. كل مره بتجيلي في ملعبي مانشستر سيتي واخبار الفرقه، انما المره دي رحت في ملعب اندونيسيا وبعيد عني، عيب يعني. اخر لقاء ما بيننا تودينا اندونيسيا يا ابن اللذينه. انا بصراحه ما اعرفش حاجه عن القصه بصراحه، يعني ما اعرفش. ولو فكرت ان انا اعمل سيرش على جوجل، جوجل مش هيطلع عايف قوي يقول لي الاخبار دي حقيقيه ولا كدب. فانا عايز اعرف الناس اللي مهتمه باخبار محرز الحقيقيه، هل الكلام ده حقيقي ولا كدب بصراحه، لان انا ما اعرفش عنه اي حاجه بقى. كان وداع غريب وغير لائق يا ابن بلد، يعني يوم ما اخش لك عند لا عند فيديو اودعك فيه تيجي هبيد لي هبده ما اعرفش ارد عليك فيها. كسفتني يا ابن بلدي، ما تجيش غير منك انت. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، وانت تعرف حاجه عن القصه قول لي، ولو ما تعرفش ادينا عرفنا كلنا. ويا رب الموضوع يطلع بجد، احنا خسرانين حاجه، يا رب دايما الموضوع يطلع بجد، وربنا يجعله في ميزان حسنات رياض ان الموضوع تم، وربنا يجعله في ميزاننا كلنا. الا الموضوع ما تمش نعدي الفيديوهات دي على خير، ونعدي المرحله دي على خير، والحمد لله رب العالمين ان احنا هنخلص من المرحله دي عشان نخش على مرحله الهبد الكبير وهو بطوله كاس الامم الافريقيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تعمل لايك او سبسكرايب، اتمنى لو الفيديو ما عجبكش تنزل تشتم في الكومنتات براحتك. وتذكر عزيزي دائما ان الفيديوهات دي انا بكسبش منها اي حاجه، حتى المشتركين بيقلوا مش بيزيدوا. والله بجد بيقلوا مش بيزيدوا، يعني انت متخيل ان القناه دي زادت لي؟ لا والله دي جابت القناه بتاعت الارض اكتر ما احنا قاعدين في الارض. معلش، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش برده براحتك.